طاولة عراضة لضيوف ولدي لأول نوبات اللفني، ولكن الحمد لله خرجت راسي. كيفاش حضرت سبعة أشكال لمقبلات مملحات سهلة وسريعة بدون تعب للضيوف أو لكم نتوما برانش غامدون، سواء الرمضان سواء العيد الفطر. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. أمرا، كيف جاتكم المائدة؟ مهم كانت سامبل وفي نفس الوقت راقية. غادي نعطيكم ليا معلومات على الخفيف أو معلومات أفكار لديكور المائدة، حتى يمكن ليها تكون كفكرة لديكور المائدة للعيد الفطر. إذا تتقلبوا هكا على أفكار لعيد الفطر يمكن لكم تجروا هذه الفكرة هذه. دونك بالنسبة للبلونشيت ديال الخشب وهذو البنات غادي تلقاهم في أكسون بثمن جد مناسب. بالنسبة لسيت دو طابخ من عند جي في سيرفيس من عند إلهام هوم، بالنسبة للفاز مع لي فلوغ أو مع لي بلونت اللي كاين فيه فمن عند ميزون دي موند اللي بوجبو حتى هما من عند نفس المحل، وبالنسبة لي سيرفيات فتا هما من عند نفس المحل، بالنسبة لهاد زليفات صغيرين فهادو من عند إلهام هوم، وبالنسبة لهادوك اللي قلت بيهم لي سيرفيات فمن عند أمازون. دونك الى جاكم ضيوف ديال الغفله بحال اليوم دونك ديروا اليوم التشيوات ان شاء الله اللي غادي ندير لكم اليوم، بقاو معايا من الاول حتى الاخر. دونك بالنسبه للضيوف ديال اليوم فهما صديقه ديال ولدي، زميله نتاعته في المدرسه، فهادشي هكا مره تلعب معاه. كاينين عنده جوج، كاين عنده بنت وكاين عنده ولد. صف بان الولد ما جاش والبنت هي جات، هي اللي ان شاء الله غادي تفطر معنا الفطور ديال رمضان. صف المشكل بانه ما كانش انايا في راسي، قال لي بانه قالها لبا ولكن با ما ردش ليه البال. ابخي قال لي با لا راه ما قال لي والو، المهم انا ما كانش في راسي، وقال لك ماشي مشكل، هي داكشي اللي تناكلو حتى هي تاكلو، المهم بغيت ندير لي شي حاجه اللي هي تكون ليونه، شهيوات مغربيه، حريره مغربيه، رغيفات، مسمنات. ما لقيت لهمش الوقت، لقيت غير الجهد للمملحات والمقبلات، وندير هكا حسوه وندير طاوله اللي هي تكون ليونه، وانا كنحاول نحمر ليه وجهه، ولكن الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. غادي نخليكم تشوفوا التفاصيل. دابا بالنسبة للشوربة ديال رمضان فغادي تكون فيها شوربة ديال الخضر، سوب دو ليغيم ميزون. دونك غادي نجي فيها القرعة، بطاطا أو شوشية ديال البصلة. كليكم ديرو فيها خزو، ديرو فيها الشو، ديرو كاع داكشي اللي كاين عندكم في التلاجة. نحاول في شهر رمضان يكونوا هكا شوربات اللي هما صحية، أو تنحاول يكونوا شوربات يكونوا متنوعة. حتى الشوربة ديال الخضر فيمكن ليك تفنني فيها، يمكن ليك ديري مثلا شوربة ديال الخضر ديالك وغجب بوحديتها،
تنديرها غير بالكرا الحمراء مع شو شويه ديال البطاطا وخزيه واحده، وتندير فيها لا كريم فريش، تجي لذيذه جدا. وممكن لكم عاوتاني ديروا بحال اليوم القرعه الخضراء مع شو شويه ديال البطاطا وشو شويه ديال البصله، تجي رائعه. وتنخلط بهم الفرماج كما غادي تشاهدوا معايا بعد قليل، وبعد مرات تنخلطها، تندير بطاطا القرعه، تندير فيها كاع جميع الخضر اللي كاينين عندي في الثلاجه، وتندير فيهم غير شو شويه ديال البزار وشو شويه ديال زيت الزيتون. وبعض المرات تندير السبه او الحريره او الشوربه المغربيه او الحريره المغربيه بالكرافس وبالفول والعدس. دونك بالنسبه لهذيك ديال الكرافس والفول والعدس فتنديرها اون جينيرال اما في بدايه ديال الاسبوع اما في نهايه ديال الاسبوع، وتنديرها مره واحده في الاسبوع. وبالنسبه للحسوات الاخرين فتنحاول كل نهار ندير حسوه كتكون مختلفه، تنخليها يومين بالنسبه للاورغانيزاسيون ديالي. اما تندير اليوم يا درت الشوربه والغد ليه، فما تندير الشوربه تكون عندي في الثلاجه باقيه. دونك صافي بالنسبه للشوربه انا تهنيت منها، دابا غادي نمشيو للمقبلات والمملحات، وغادي نبدا باول حاجه هي غادي نقبض خبيزه صغيرين، هادو كانوا عندي محطوطين في البلاكار، وغادي ندير بهم دي ميني بيتزا بدون عجين. دونك غادي نقبض هاد لي طوماط دايرين بحال هكا اللي هما مرسمين، اللي ديجا كنت نعمرت فيهم الفويت كيما عارف فاش كنت ندير لي برانش دو فيت في لي فيت دو فان داني. دونك هادو غادي نديرهم في البلاصه ديال لاصوص ديال البيتزا، تيجيو احسن، وتجي تزينيهم بالطريقه اللي بغيتي. انا تنزينهم بيض ديال السمان من الفوق، ملي كليكم تزينهم بالكروفيت تزينهم غير بالخضر، تيجيو فريمون زوين، تحطهم في الفران وهما عندك دي ميني بيتزا يعني في دقائق محضرين. القطبات ديال السمان في الثلاجه، فقلت علاش لا نديرو ماكيه في الوسط ديال هاد لي ميني بيتزا، كيجيو فريمون زوينين في المائده ديال لي برانش. دونك بالنسبه لهاد البرانش هذا فهو برانش رمضان، ولكن كي يكون برانش ديال الربيع، برانش بور برانتون، برانش ديال الصيف، البرانش دو روبو بور لي فيت، غوتي لوليدات، يعني في جميع المناسبات. هنايا تندير بيضه ديال السمان تيجيو رائعين، تيجيو لذاذين. وابخي تنزين بشو شويه ديال البصل من الفوق، ابخي تزيني بشو شويه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق، تتحطهم في الفران غير تيتقرملو، الا تشوفي بان داك البيض صافي ولا شي شويه تيقبض في راسو صافي تتخرجي وتحطهم في البلاطو ديال المقبلات والمملحات، ساهلين وسريعين. Thank you.
دير عاوتاني دي توست ديال التون، تيجيو تاهما زوينين و تيعجبو بزاف هكا الوليدات الصغورين. دونك هاد الاشياء كاع كلها فتعجبو بزاف الوليدات الصغورين، كاع اللي عنده وليدات فهاد الاشياء هادي تيحماقو عليا. دونك بالنسبة لي توست فغادي ندير فيهم لاصوص ديال البيتزا، وابخي غادي نعمرهم بالطون، غادي نعمرهم بشي شويه ديال الخضار، غادي نعمرهم داكشي اللي كاين عندي انايا في الثلاجه تيحماقهم. تتحطوهم في الفران، تديري لهم شي شويه ديال الزيت من التحت باش يتكرملوا، ما قلت لكم قاعد دهنوهم بشي شويه ديال الزبده، تحطوهم في الفران بلا ما تعجني بلا ما ديري والو، فريمون تيجيو زوينين. قلت لكم عاوتاني تشريهم كاملين يعني بالدقيق الكامل، غادي يخرجوكم يعني الا بغيتي تخرجي راسك وفريمون بغيتي تزربي هاد الاشياء هادي غادي تخرج. هنايا في اطار المقبلات المملحات فغادي ندير الساندويشات بالخضر وبشو شويه ديال لاردون حلال، تيجيو فريمون زوينين. دونك بالنسبه للخضر فانا قطعت الفلافل، يمكن لكم تقطعوا حتى القرعه، القرعه ما بقات ليش لحقاش حطيتها كلها هي في العسل. هنايا تندير عاوتاني ديك لا طوماط اللي درت في الاول اللي هي منسمه بشو شويه ديال الثومه وبشو شويه ديال الاعشاب المنسمه، وابخي تتعمري هاد الخبيزات هادو بالخضر اللي كاينين عندك في الثلاجه. انايا عندي شو شويه ديال الفلافل الملونه، وابخي تديري اما شو شويه ديال الكفته، اما شو شويه ديال الدجاج، اما شو شويه ديال اللحم، اما شو شويه ديال الكروفيت، المهم داكشي اللي كاين عندكم في الثلاجه. انايا عندي شو شويه ديال لاردون كنديرها كتمل الفوق، وتديري شو شويه من الفرماج وتحطيهم في الفران تيتكرملوا، تتخرجيهم تتحطيهم هكا في طبق فريمون تيحماقوا عليهم الولاد الصغيرين، تيحماقوا عليهم حتى الولاد الكبار حتى الناس الكبار، حتى هو تيعجبهم الحال، وساهلين وسريعين ما تياخذوا لكش بزاف ديال الوقت. Thank you.
تدي لهم شو شويه ديال البصله من الفوق وتندي لهم شو شويه ديال الفرماج حتىهما تدخليهم الفران غير تيتقملوا واحد شو شويه وتتخرجيهم. دونك بالنسبه للاردون الا ما تعجبكم فممكن لكم ديروا الكفته فتيجي زوين. بالنسبه للقزبر فكان عليا نخليه حتى وكان يخرجوا عاد نزينهم شو شويه من الفوق منهم. نتوما ممكن لكم ديروا اللي كما ما انا دخلتهم الفران عاد درت شو شويه القزبر دونك شفتوا بانه تحرق لي واحد شو شويه من الفوق. كيفاش تديروا باش ما يتحرق لكمش هكا القزبر الا دخلتوه للفران؟ وهنايا تندير شي شويه ديال الفرماج باش يكون دايب عليهم. دونك بالنسبه للبلاطو ديال المملحات والمقبلات فممكن لكم تقطعوهم عاوتاني وتقطعوهم الى قطع على ثلاثه باش يجيكم فريمون باش يجيكم قطع صغيره تيجيو زويونين في البلاطو. سينو فممكن لكم تحطوهم هكا. الدراري قالوا لي بغاوهم هكا دايرين فانا حطيتهم كما هما بغاوهم الاولاد. كل اللي ما تيعجبوش لي ميني برغر ديال الوليدات الصغيرين هكا وتا الكبار تيعجبهم هادشي. دونك غادي نقبضهم مخبيزه الصغيرين دايرين بحال هكا وغادي نقسمهم هكا من الوسط وغادي نعمرهم بشو شويه ديال اللحم المفروم والسبانخ. غادي ندوز لهم الاشياء الصحيه غير بالفنيه لتحت تيعجبهم بزاف الحال ما تيسحبوا ماش دوك السبانخ. هما عباره عن ورقه ديال الصلاه فهما عباره عن سبانخ وفريمون كلوهم جو فريمون مزبونين. تندير شو شويه ديال المايونيز او تندير شي شويه هادو خبيزات وحدين اخرين غادي نعطيكم التفاصيل نتاعهم بعد قليل. دونك غادي نرجعوا لحقاش تشوف المونتاج. المهم هادو عباره عن خبيزات عاوتاني صغيورين تديري فيهم شي شويه ديال المايونيز تديري فيهم سبانخ وتديري فيهم شي شويه ديال السمك ديال السلمون وتديري فيهم قطع ديال الفرماج. ناري غادي تشوف معايا النتيجه النهائيه كيفاش تجيو. تيجيو روعه وتيجيو غزالين في طبق ديال المملحات والمقبلات وساهلين. دونك هنايا بالنسبه للسوب فتجي فريمون زوينه سهله وصحيه. غير تدي لها شو شويه ديال الفرماج وتطحنيها عاوتاني تدخلها شو شويه الطبخ ناقصها شو شويه ديال الابزار شو شويه ديال الملحه وتزيديها تحضروا في دقائق معدوده. دونك انايا تندير هذه ديال ليدي وحده فممكن لكم ديروها في روبو اللي هو كبير.
هنايا بالنسبه للسوف بقاو فيها بعض الطريفات ديال البصله، والوليدات ما تيعجبهمش الطريفات ديال البصله، تعرفوا الوليدات شو شويه فيهم التبعكيك، فانايا غادي نغرب لهم، ماشي نغرب لهم، المهم غادي ندوزهم هكايا في الشبكه باش يحيد ليا كاع داكشي اللي تيبقى، لا سواء طريفات ديال القزبر اللي ما تيبغيهمش الوليدات، لا سواء طريفات ديال البصله، لا سواء المهم اي حاجه اللي هي باقي شو شويه كبيره، فغادي نحيدها، وهكا تيبقى لهم غيمون غير الليكيد اللي ما فيه حتى قطعه ديال الخضار باش يقدروا يشربوها باش تجيهم هكا لذيذه. دونك هنايا غادي نرجع عاوتاني لي ساندويشات صغيورين، فقبضتهم تديري فيهم شو شويه ديال المايونيز، قطعه ديال السبانخ، وتديري فيهم اللحم المفروم، شو شويه ديال الماطيشه، تيجيو غير زويونين تا هما، تدير فيهم قطع ديال الفرماج، تدخليهم اما الفران باش داك الفرماج يذوب عليهم، تدخليهم غير هكاك في طبق ديال المملحات والمقبلات، تيجيو رائعين في لي برانش، تيجيو فريمون رائعين، جربوهم. بالنسبه للديسير اللي غادي يكون فكره من افكار نص سحور الا بغيتو، فتا هو سهل سريع وصحي، دونك دائما افكار سهله سريعه صحيه، دونك هنايا عندي شي شويه ديال الشوفان اللي مخلط معاه شي شويه ديال الكونفليكس اللي مخلط معاه شي شويه ديال سميتو تيقولوا لي فروي سيك، شي شويه ديال لو شي شويه هكا، المهم كاع داكشي اللي هو سيك، تنجي وتندير فيه تندير فوقهم ياغورت ناتور بدون سكر، تعجبهم يا يعني واش عمركم شفتوا الولاد تياكلوا يا وقت ناتور بدون السكر، وراه غادي ياكلوا، وتنجي وتنزين بالفوق بشي شويه ديال لي فريز، عرفتي هاد الديسير هذا يا البنات تحليه سهله سريعه وصحيه مليون في الميه، وانا تنديرها مره بالنسبه للفكره من الافكار ديال السحور، الى ما بغيتش يعني نطلع ليا السحور هكا في راسي، فتنديرها انايا في السحور، تتجي فريمون رائعه. Thank you.
دونك بالنسبه للفخاس يمكن لكم تعوضوا بالفرومبواز، يمكن لكم تعوضوا بالشوكولات، يمكن لكم ما تديروا حتى فاكهه، يمكن لكم تعوضوا بالتفاح بالبنان اي فاكهه تعجبكم، او يمكن لكم تعوضوا هي بزيت الشوكولا من الفوق، او ما تديروا حتى والو غير الفواكه الجافه مع شو شويه ديال ياغورت ناتور، مع شو شويه ديال الكومبليت، مع شو شويه ديال الشوفان. الشوفان راه صحي يا البنات، زوين، تيساعدك في العمليه ديال الهضم. دونك بدا تاكلوهم هكا مثلا في رمضان في السحور، احسن لكم بكثير من كنتو هكا شي طاخطه وشي حلويات. مزيان مزيان مره مره، مي بون حتى الاشياء هذه زوينه وصحيه. دونك هنايا تندير شي شويه ديال الحليوات. دونك بالنسبه للحليوات باش يجيونا هكا زوينين يعني باقيين معلكين، بغيت نزيد لهم شي شويه ديال العسل من الفوق. مره يا البنات من غير هاد الميده تندير شي شويه ديال الزيتون، البيض المسلوق، مره كل نوبه، مره ديال شويه ديال السلو كل نوبه. واش نحاول نجمع الدنيا، باقي الحال شي شويه على الفطور، نحاول نجمع الدنيا، نجمع على الاقل الكوزينه الدنيا، ولكن حتى نفطر ما تبقاو عندي لا رجلين ولا يدين، يعني ما نقول لكمش. الدراري تنحاول مره مره كل واحد يوم يجمع البيضة، بعد مرات يجمعوا عليا بصداع، بعد مرات تيهديهم صدر بي، بعد مرات ما تيجمعوهاش، وتنخلي داكشي حتى الغد ليه عاوتاني وتنجمعها. الله سبحان الله معايا. دونك هنايا صيبت شويه ديال اتاي وحطيته عسو مع الحليوات. وبالنسبه لهادو فهم عباره عن مملحات ومقبلات، شويه ديال العسوة شويه ديال التيسير، مره تناكلو هادشي صافي الله يجعل البركه، تنطلعو الدور ما كاين لا عشاء ولا سحور. السحور تيكونوا فيه غير هاد التحليات يا البنات، ما تنكثروش بزاف الماكله.
شكون اللي بقى حتى الاخر ديال الفيديو هذا؟ دونك الا بقيتو حتى الاخر ديال هذا الفيديو هذا قولوها لي في التعليقات، خليوا لايك لهذا الفيديو هذا. شكرا لكم، شكرا للحب نتاعكم، شكرا للبارطاج نتاعكم، شكرا للتعليقات نتاعكم، شكرا لحضوركم دائما على القناه ومساندتي طول هذه الرحله على هذه المنصه. احبكم كثيرا والقاكم ان شاء الله قريبا على قناه سما او في هذا الفيديو هذا اللي غادي نخلي لكم هنايا الا باقي ما شفتوش. موح عليكم.